مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. تعالوا نشوف المكرونه الحلوه دي اتعملت ازاي. زي الكشري طعمها بالظبط وبالدقه وكل حاجه، التحابيش بتاعتها طبعا، بس الناقص فيها اني ما فيهاش رز، ما فيهاش العدس ابو جبه، ما فيهاش الحاجات بتاعت الكشري، بس هي حلوه. لو اول مره تشوف الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. انا اسمي سوسنة. ادي كده مع دي الدقه بتاعتها. هجيب حلة حط فيها مية. اول حاجة هغلي المكرونة. انا احب احط زيت، انت ممكن تحب لو تحب تحط زيت حطي، ما تحبيش خلاص على راحتك. وهحط شوية ملح، وبعد ما المية تغلي كده شوية هحط 400 جرام من اي نوع مكرونة تحبيها. انا كان عندي الصغيرة دي حلوة فقلت اعملها. معاي حلة كده حط شوية زيت حلوين، معايا بصلة مفرومة وفستان ثلاثة توم مهروسين، ولو عندك فلفل اخضر افرميهم مع الكبة مع البصلة يعني حطي. انا بس ما كانش عندي فلفل اخضر مش حامي يعني يكون بارد. بعد كده هخلي البصلة زي ما شايفة كده، وعصرت طماطم. والبهارات اللي هحطها 7 بهارات، كمون، كزبرة، بابريكا، وشطة لو تحبي برضو. انا حطيت شطة والملح طبعا، تظبط الملح بتاعك. وهخليها لغاية لما تتسبك. دي حطيت كده الشطة، فهوطي عليها النار لغاية لما تتسبك، لغاية لما تطلع كده معايا. هحط هنا خدت ملعقتين عادي عشان هعمل بيها كنت لكم عليها، وحطيت ملعقة كبيرة من الخل. وبعد كده هجيب المكرونة وهقلبها كويس كده، وهي كده طابت جاهزة معانا. فهعمل الدقة بتاعت المكرونة اللي هي الصلصة اللي انا خدتها من المكرونة من الحلة. هحط فص توم وفصين، بعد كده احط فلفل اسود ونسيت برضو في هناك حطيت فلفل اسود، وشطه عشان تخليها سبايسي اكتر، وليمونه وخل، وممكن كزبره وكمون برضو. ونقلب المواد دي كلها مع بعض، وبقت على هتاكلي احلى دقه. فده كان الغدا بتاعنا بصراحه سريع وما خدش معاي وقت. فده كده المكرونه زي ما شافه بصراحه طلعت رهيبه. اتمنى ان انت تجربي الطريقه، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لغايه لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.